تعالوا مع بعض دلوقتي نستعرض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وهنبدأ من القاهرة تحديداً من شارع الموسكي اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية نسبية. هنفضل ماشيين لحد شارع عبدالعزيز، هناك هنلاقي برضو فيه كثافات مرورية. هنكمل جولتنا لغاية ميدان طلعت حرب، وهناك هنلاقي سيولة مرورية هتبدأ تختفي لحد ما نلاقي بعض الكثافات المرورية أمام المتحف المصري. أما كوبري أكتوبر واللي هيوصلنا لشارع رمسيس، فهناك هنلاقي كثافات مرورية هتبدأ تختفي تدريجياً على مسافة قريبة، لكن هتظهر بعض الكثافات أول ما نوصل للكورنيش. هنستكمل جولتنا دلوقتي في شوارع الجيزة، وهنروح لشارع فيصل اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات نسبية بتبدأ من آخر شارع فيصل وصل لغاية الطوابق. عند الطوابق تحديداً هناك في كثافات مرورية كبيرة، ولكنها هتبدأ تقل بعد ما نوصل لمحطة التعاون، لكن بداية شارع فيصل بيشهد بعض الكثافات. وهنروح بقى المحور صفت، فهنلاقي في كثافات مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة. في الإسماعيلية هنلاقي إن طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل ما بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم فيه سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش إطلاقاً على حركة الطريق. أما المتجه لبورسعيد ففي سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد، وهنلاقي كمان في سيولة مرورية كبيرة خاصة على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية. هنروح مع بعض محافظة سوهاج، هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. هنمشي شوية هنلاقي إن طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية فيه سيولة مرورية. في بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة فيه بعض الكثافات النسبية، وفي كثافات نسبية عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، وكمان في كثافات مرورية بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. دلوقتي هنستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس، والنهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وفي أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد. في كمان النهاردة نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 20، أعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 26، وأقل درجة حرارة هتكون في كاترين 14 درجة. طبعا معنا تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة مع دكتورة منار غانم بس بعد شوية.